السلام عليكم الورشات السكورات. ها راني حتى انا درت لكم بلوغات باش نولي حتى انا يقولوا لي عيشه بيوتي. ايوا شجعوني غير وما تحشمونيش مع البرانيه. ايوا كيما تعرفوا راني هنا عند حياه وعصام. كنت بغيت نروح البارح ساعه بقاو يحشموا فيا. ايوا وصلت معاهم شي ايامات. ايوا يا سيدي وانا مجمعه مع حياه نتفرج في اليوتيوب وانا نشوف الماكل والطنجيه يبان لي الخضوره والجر تبارك الله. قلت لها شتي زيخ كيزينه مراكش؟ هي تقول لي لا خالتي هذه راه تافوغات. ايه قلت لها واش تافوغات هذه ديالنا ولا ديال شي وحده في الغرب؟ اه قالت لها خالتي لا راه كاين غير تافوغات وحده. ايوا قلت لها وين طيبوا فيها الطنجيه؟ قالت لي واه اليوم راه كلشي تعلم لها. سيدي انا بحال الا تموشنت ما نكذبش عليكم. شوفها غير في الفلام ديال فركوس زعما بحال كي اللي بغيت ندوقها كي اللي واه وانا زعما غير نهرد مع روحي قلت الحياه والله لو كان عندي اللوطه نمشي نضرب واحد الطنجيه. لا ولا لك الزيخه مشات تجري قالتها العصام خفيفه خفيفه. تستاهل خالتي تستاهل الجنه يا ولدي. اه ولدي يا ولدي كي فرحتني بغيت ربي في ما دير يدك ما تخيب. بارك الله فيك خالتي. شوفوا ها وداني مسكيني ساريني والله الا الله يرحم له الوالدين تبارك الله. قلت لها الناس تحوس حنا عمرنا ما شفنا هذا الشيء. غير بكري بعدا كنا والو الزيخ اللي كان عندي من بكري هو غير ما كانش ها وقطعنا الياس ما نشوفو ما لا يا ربي لا الله يثبتنا على الشهاده. واه واحد المره ولدي عصام مشيت للبحر هانيه مع هشام بحال وجهك الله يرحم له الوالدين دانا مسكين وكلنا دوك الوعاعش ودوك المسايس ديال البحر. ايوا راني دايما نتفكروا الحق لا الحق عمرها ما نسيت ديك الخرجه عندك هذيك وهذه ان شاء الله نبقى دايما نفكركم وندعي معاكم في الشجود. بصحتك يا بنتي بصحتك يا الله يعطيك الصحة خالتي خامسة الله يرحم الوالدين. واه تبارك الله الله يفرحك تانتي ان شاء الله مع حفايدك وتشوفي حفايدك ان شاء الله. امين يا بنتي امين في حياتك تانتي الله يفرحك مع بناتك. امين امين لاله الخامسة يا امين دعايا كيتسن. ها شوف اولدي عصام شتيها فرغ داك الجبل يبان واحد الجامع. ايوا تما سيدي علي وسعيد تما الاصل ديال الطاويه. واه قلت لها ديك النهار شي نهار مين تمشي تاني معاك كتمشيو يديروا تما الصدقه كل عام في شهر 8 يا ساعه هاد العام والو. قلت لها يا الزهر كي داير باش تشوف زهر خالتك عيشه كي دايره ولدي. النهار اللي قلت لها نمشي معاك ريدوا الصدقه على قدها واه الزهر زعما من يدبر. الا خالتي غير كلشي بالمكتب. ها ولدي لا عندها كلشي بالمكتب راني غير نهرد واها. بصح الخير فيك ها راني جيت نحوس يا والبنات دياولي لو كان يعرفوا جيت لهنا يموتوا بالفقعه. ايوا مره اخرى ان شاء الله نديهم ان شاء الله ان شاء الله ربي يشجيك. فيا غير هاجر لو كانت صحابي نحوس لو كان جبتها نديرها انا في حجري من يوصل كاع مول الورقه ندركها تحتي حتى يفوت ما تخلصش كاع عليها غير انا زعما ما فهمتش. لو كان جبتيها يا ودي ما تصحاب ليش زعما هي قابزه يا لو كان جات معايا في السيت كشفتيك المجرمه اللي خونت لي الصاك اولا لو كان عطات لي داك كاسكروت وعطيتو لهاجر تاكلو نبقى انا فايقه. واه ايوا ما عليش مره اخرى مره اخرى خالتي مره اخرى. ايوا ان شاء الله ها ولدي ان شاء الله.
لك على داك التيليفون وبصح سمح لي غبغيت نسولك وصافي. لا لا قولي خالتي قولي. هودي من البارح ما صونا فيه شي حد، ما يكون زعما خاسر. هو في الحقيقة قالوا لي لا بغيتي تشري الزين اللي يصبر، هذاك اللي فيه لتشينا معضوضة، زعما هذاك اللي فيه لتشينا مقجومة. واه والله خالتي ما عرفت كي داير هاد اللي فيه لتشينا معضوضة، ما عرفتوش، ولكن روح بالسيف ما يصوني حتى واحد، حتى واحد ما عنده نمرت من غير خالتي الضاوية، وحتى البنات راه كيصونتي لهم من عندي. ايه قوا اسمع والله ما عندي العقل، بصح فين جيت نصوني لهم ما كانش فيه الصوالده، خي داك القطره بعدا اللي يعطيو معاها كملتها مع الضاويه. وصافي نشوفوا شي حانوت ونجيب لك واحد التعبئه. يا حول الله ما تكون احد، شري التليفون شري باش نهضر، اخلي عليا اللي بغاني يسول فيا. والله الا صح. شوف بغيت غير نسولك وصافي، هذا اللي جبت لي هذا التليفون فيه اليوتيوب فيه السيبوك؟ ها فيه كل شيء خالتي. والله الا وربي يخليك. لا بالحق يبان زين وبصحتك اخوتي، يعطيك الصحه ويسلمك. العقبه لك اخوتي الخامسه. بارك الله فيك يا بنتي، ربي يخليك. يا ربي السلامة يا ربي السلامة، واش كاين شي مدابزة هنا ولدي؟ لا علاش؟ يبان لي الغاشي. لا يجيو الناس يتغداو هنا. تبارك الله، لا والناس كيما تعكزش، شتي حنا اللي مقابلين الحيوط. تبارك الله، ايوا راكي طغي هنا ولدي ولا لا؟ واخا خالتي واخا، صبري غير نستاسيوني. الخير يا الخير تبارك الله. شوف سيدي طرح لي على هذا نشوف اسمه فيه. مازال ما يطيب، حرام شال الحال، وكان بعدا رديتو في الكوكو تسربي الناس. هنا غادي نقعدو خالتي. ها شوف قلت له دوماندي لنا ديك الطنجيه. يا ود خالتي قال لك ما كانش. يا نوري وانا جيت غير بغيت ندوق ديك الطنجيه. روحو. لا دومانديت شويه ديال الشوا. ايوا واخا بسم الله بسم الله. اوكي ها شوف اولدي ندير الحياه شويه في الخبز. لا معليش. ايوا غير خفت لا تراعي واها. لا الا بغات نجيبها. واه فوقاش تجيبها غدا؟ وفوقاش ما بغات اخالتي، الا بغات تجي من غدا نجيبها. ايش تي والله الا حي لو كان ما كانوش غادي يقراو البز. والله الا لو كان راني صفات عندهم نجيبهم. بعدا توحشوا حيات. ها شوف فوقاش كان لك الطنجيه؟ قال لك كنديرها، وعطاني لا كارت فيزيت وقال لي مين تبغي شي حاجه صوني قبل. اييه تسحبوا راني غير خطيبه تلدا فوغات. يا ولدي كلو همرني ضنواها ما كتبش. ايش تزار كي داير؟ غير ما كتبش خالتي مره اخرى ان شاء الله. يا ودي انا عارف زهري ونعرفو كي داير. شوف التابعين اللي تعرف كي يديروا لها تكتبها لي في الكمان طير سعدي بناتي. راني نعرف كي يدفنوها في الارض. رحت انا واحد البلان خاوي نحفر واحد الحفره ونردمها. حبس غادي ندير الكرسي ونجمع حداها طيب ونهزها. وعلاش؟ يا حاول دير راني ساكنه في واحد الدوار واخا نبني عليها الضلات صح ما كايناش. تسليم تسليم. ايوا بالسلامه عليكم.